الجديدة مع شباب عم بيغنوا قضايا. قبل أول وقفة إعلانية بحب أتوجه بالتحية لكل الأمات بمناسبة عيد الأم بعد كم يوم. بهالمناسبة وقفة مع مشاهد حب يعايد أمه بتحية خاصة. بقدم لكم إليوس غيب اللي عم يتعافى من حادث سير مفجع نجا منه بأعجوبة. عيط له يا إيليو أنا أمك حبيبي، هيدي إيليا، هيدا بيك، هيدا كذا، مش هون. بقي على هالحالة شي شهر هيك، نقلوه من السوان على الأوضة كمان يفتح عينيه يطلع فينا كمان ما يعرفنا ولا يقدر يحكي ما يعمل ما يعرف حدا. بتذكر لقطات بس نقلوني من السوان على المستشفى على الاوضه لحالي، بتذكر مره وحده لقطه وحده شو صار معي. هل بنفق له بس بالمستشفى؟ انا قلت يمكن في حال بده يصح راح يصح، يا فاقد ذاكرته يا بده يصح مشلول، يعني ما تصورش انه راح يصير هيك. بس وعيت ضليت على شهرين ثلاثه ما عرفش احكي. بعدين وقت جينا على البيت ضل مسكر البواب، انا مره فتح الباب وراح على الطريق فجابوه الجيران وابن عمه، مش عارف وين رايح. يعني أنا وبيو مثلا بالبيت اثنيناتنا نهتم فيه، اثنيناتنا ما ننام، نضل خايفين ليقوم يعمل شيء بحاله بالبيت، ليقوم يفتح المطبخ يعمل شيء. هو بيتصرف بالليل يعني، هو بده يمشي أو شيء يعني، مانك رايح. اتركوني، عيط علي، معلش اسمع، أنا اسمع الكلمة من طول بالي عليه. يجي لهم بيجي اكثر شيء يجي بيقعد على البلكون هون. اليو بيك شيء؟ قال لي لا بس حاجة احكي معك. طيب مع الوقت هو صار يفيق على اشياء، صار لما بلش يتذكر قلت انا نشكر الله خي انه بلش. شوي شوي صرت اعرف بيي، صرت اعرف امي واخواتي واصحابي، صرت اعرفهم شوي شوي مع الوقت. الله نجينا اياه وضل شوفه قدامنا، انا اكثر شيء بقول لشغال هيك. وكثر خير الله ظابط ظابطه منيحه يعني اكثر من الاول. الشيطان طلعت بفتره كثير صعبه وقت الحادث تبعي، امي ما تركتني ضلت حدي، يعني ما في عوض لها اياهم اللي عملتهم معي. الله يخلي لي اهلي، طول لي عمرهم، ضلوا حدي وبدي عوض لهم كل شيء يعني اللي عانوا معي، بدي عم عوض لهم كل شيء اللي صار معي، ضلوا معي وضلوا حدي. بعيدك يا امي وينعاد عليك يا احلى حبيبي.